ما الذي جعلك إلى هنا أيها العبد؟ والله ما كنت عبدا، إنني عنتر ابن شداد. عنتر ابن شداد؟ حقا سيدي. وما الذي جاء بك إلى هنا يا عنتر؟ جئت لأطلب منك 250 جاموسة حمراء. حمراء؟ نعم سيدي. مرة واحدة؟ أجل سيدي. ولماذا؟ طلبهم مني عمي مهر بنته. عبلة؟ نعم سيدي. لابد وأنها برعة الحسن. مكنة. فردة يا سيدي. طرح وقتين يا عنتر؟ إن شاء الله 13/10/2014. كمل كمل يا عنتر. نعم سيدي. وجدت تأخذ هذه البقر رغم أنفي يا عنتر؟ عشما سيدي. ولماذا لم تستأذن مني يا عنتر؟ أنا مؤسف لغاية يا سيدي. قتلت 5 من رجالي، حبعطية واستودراع. فدايا يا سيدي، إنهم برضو تعبون. إن كنت عنترا حقا تسمع الملك من شعرك. صعبان علي حالي. الله يا عنتر. من صحبة غدارين. أيام عزي ومالي كانوا مني قريبين. وأما الزمان غدر بي، الكل راح وسبني. أنت عنتر حقا. تحدث عنه السعديين. نعم سيدي. فكوا قيود عنتر بن شداد. إنه يتميز القوة يا مولاي، وقادر على فك القيود. فكوه. كمل كمل كمل. سقف لحضرة جمال النبي. يا ابني كمل، تخليها طويلة شوية، خليها طويلة شوية. تعال هنا بجواري يا عنتر. انت وحش يا عنتر. هاتوا نسكافيه لعنتر بن شداد. اشرب حلبة حصى سيدي. كتمك حكينا علينا. هاتوا حلبة حصى لعنتر بن شداد. ما في حلبة يا ملك. في نسكافيه. في نسكافيه. خيرك واجد يا سيدي. هاتوا له واحد كابتشينو. حشيش يا ملك. اشرب حشيش يا عنتر. ان شاء الله. نعم. هاتوا له بنجو يا ولد. تشرب خبور ولا الزارة عليا؟ ثلاث دبوس يا عنتر.